عايزين نتكلم بقى بشكل شخصي عن محمد رياض. اهم عاداتك في البيت ايه؟ يعني الناس ما بتعرفش بقى، انت بتدخل المطبخ مثلا ممكن تطبخ اه مؤخرا حلو؟ لا انا مؤخرا عارف. لا لا، جات لي حاجتين مؤخرا محدش يعرفهم عني، حلو. وانا مش عارفهم عن نفسي. طب حلو، اكتشف معايا. نهائي ولا كنت في يوم من الايام اتخيل ان انا اعمل كده. قول لي. جت من سنه كده، سنه ونص، بقيت بحب النجاره. حلو ده جدا. لا بجنان. ونزلت شريت معدات وعملت حاجات انا مش متخيل عملتها ازاي. حلو قوي. يعني عملت دريسنج، عملت ترابيزات، وعملت بقيت اهدي صحابي وقرايبي وكل يوم اقعد انزل اعمل لي مثلا ايه ترابيزتين النهارده، واروح ورش واقطع الخشب واقول المساسات واعمل رسومات انا اللي بعملها واجي انفذها. وكانت الحكايه دي واخداني، وعملت حاجات كل اللي يعرفني مش مصدق ان انا عملتها. حلو. وعملت كده فايل ليا، وعملت صفحه كده عندي، مش على لا في اللي هي على التليفون عندي خاصه بيا يعني بالزبط. عشان اعرف ايه اللي انا عملته. حلو. فاتضح ان انا عملت حاجات كتير قوي في خلال سنه، وكنت قاعد بس انزل اشتغل في البيت عندي كده في مكان ورشه، زي ورشه كده، عملت ورشه. وانزل اقعد اشتغل لغايه الساعه 2 3 بالليل. كل اللي خلاني بتوقف ان انا احس ان انا بضرب، بحس بالصدى، فحس ان انا ممكن اكون عامل دوشه الناس اقوم داخل، لكن كنت بنسى نفسي. حلو. وفجاه مش طايق ابص على الشاكوش. ليه بقى كده؟ مش فاهم. هي الحاله جت مش طايق. ده انا كنت بحب اشم ريحه الخشب. يعني ارتباط رهيب جدا، علاقه عاطفيه بيني وبين الخشب. حسب له عشق برضه. يا خبر ابيض. وانواعه بقى وبتاع و يعني انت اي نجار دلوقتي ما اعرفش يشتغل. لا لا خلاص بقى. خلاص. لا خلاص استحاله. وانا عارف الحاجات بقى بتيجي منين وبتروح فين وبتروح الورش تتعمل ايه، وعارف النو هاو بتاعت الشغلانه. برافو والله. وتتعمل ازاي. ده فجاه حصلت لي الحكايه دي. وفجاه بخ. انا جالي واحد يعمل لي حاجات في البيت، فقعدت معاه كده بتفرج، فلقيت ال فقعدت ابص له قوي كده وبتاع، وبعدين ايه رحت اعملها وعملت الحاجات. ابتديت في الاول ريسايكل، يعني حاجات عندي مش متظبطه، فروحت مظبطها ازاي وبتاع وقاصص وحاجات بقول لك، فلقيتها فروحت خدتني بقى. تمام. وتوقفت بقى فجاه بلا برضو اي مبرر، ومش طايق امسك الشاكوش حتى ولا بص على العده، والعده اتقفل عليها وجبت عده كتير. يعني تقريبا عندي كل حاجه ما شاء الله. حلو. فجأة عايز اخش المطبخ اعمل حاجات. حلو. ده مجال تاني. ده مجال تاني. فدخلت اعمل حاجات فلقيتها فظيعه. حلو. فقيت الاول إيه؟ ما بقول لك يعني الاول بدات مثلا ايه، عايز اعمل سمك وحاجه صعبه. انت داخل ده حاجه غباء يعني. داخل لا داخل غباء يعني داخل سمك اللي تعمله. فروحت داخل عامل صواني سمك والسنجاري والبتاع ده الجمبري الصينيه. ده مش سهل. وانه مش عارف ايه، فابتديت بده وطاجن بتاع ده، طاجن كاليماري. الله. واحد افنن بقى واحط ايه. الاول كنت اخش على يوتيوب، على اليوتيوب اشوف البتاع، بس الوصفات دي احيانا ما بتبقاش في تركه ما بيقولهاش. لا انت في حاجه، لا في تركه، في تركه ما بيقولهاش. فعملت، لانه في تركه حصلت لي مره، كنت عايز اعمل ايس كريم. جت في دماغي، ودي بقى كريم دي في دماغي الساعه كام؟ الساعه 1 بالليل مثلا، 2 بالليل. الوحي يجي لي متاخر، وطبعا مراتي هتتجنن يعني داخل المطبخ الساعه 2، وما بتحبيش طبعا اخش المطبخ لان انا ايه ببوظه، ببقى عايز ناس تلم ورايا. ما انا بقوم ايه عامل واللي جاي في دماغي عايز اعمله وطلع وامشي بقى وشكرا بقى. فبتضايق جدا لما اخش، بس تجي لي الساعه 2 بالليل 3 بالليل. اي وقت اكلم السوبر ماركت يجيب لي الحاجات واخش واقعد بقى اعيش. الايس كريم جيت بقى فما عرفتش اعمله، مشيت على نفس الريسيبي بتاعت في تريكه هم بيقولوش عليها في اليوتيوب عاده، بيبقى في تريكه كده اللي هي الحكايه. انا عشان كيميائي فانا عارف مش المهم المقادير، المهم المهم النهاو. صح. بيسموه احنا عندنا في الكيمياء يقول لك الكونديشنز. الكونديشنز دي يعني التفاعل ده هيتم عند درجه 185 لمده مثلا 20 دقيقه.
لو انت غيرت الكونديشن ده مثلا بقى 190 فالرياكشن ما يبانش التفاعل بتاع فانا دي عارفها، عارف يعني ايه كونديشنز، يعني ايه ظروف التفاعل من الكيمياء من شغلتي الاساسيه ودراستي. فهم يسيبوا لك حته الكومبوننتس نفسها والانجريدينتس كلها يعني المقادير كلها موجوده تمام وزي بالملي ويقول لك طريقه العمل ومصور في تريك ما تقولوش عليها فانت بقى تكتشف، لازم بالممارسه تكتشف. عملت بقى حاجه وشرب وعملت بقى ايه، قلت ايه طب الطبيخ هنخش في الطبيخ بقى، رحت داخل عامل سبانخ اوبا رحت بقيت بقى. فانا في المرحله دي دلوقتي امتى بقى فجاه اللي هو مش هطيق ريحه الطبيخ اساسا دي جايه قريب يعني خلاص انت يعني قربت جايه جايه بقى انا قد ايه في مرحله المطبخ؟ بقالي المطبخ دي بقالي شهرين. لا انت لسه في 10 شهور انت النهارده سنه ممكن نقول لا ما يعني داخل شغل ان شاء الله مش هخش لا مش هنفضل بقى بس برضه ممتع اه لا يعني جدا. دي الحاجتين اللي انا عمري في حياتي ما عملتها وانا طول عمري يعني انا في بيت اهلي يعني امي لو ما كانت مش موجوده في البيت يعني عند حد من اخواتي وبتاع وانا جيت البيت وانا جيت ما لقيت الاكل بس محطوط في الثلاجه بس اقوم اسخنه لا ما اجيش جنبه انا اقعد جعان لغايه ما تيجي تقول لي ما انا حاطه لك الاكل اهو حاطه انت يا دوبك هتسخنه. ده انا مره حصلت في رمضان وانا كان عندي شغل كان المفروض يعني هفطر في الشغل وهي بدل ما تفطر لوحدها راحت لاختي تفطر معاها فانا خلصت بدري فقلت اروح البيت بقى افطر فروحت ما وانا كنت هفطر قعدت لغايه الساعه 9 بالليل ما اكلتش يا دوبك شربت ميه ودخلت نمت لغايه ما جت هي عملت الاكل اني دلوقتي اخش المطبخ واعمل اكل فده حاجه كبيره.